خلات انه الفريق يعني ما يمشيش يعني انه متكامل 100%. يعني الا كان مباراه الذهاب انتهت بهدف ليميتي، تعمد فرصه خطيره لفائده فريق اف سي نواردي بوتسيدا، هدف التعادل، هدف تعادل لاف سي نواردي بو، هدف تعادل تقريبا كيجيب يعني ضد مجريات اللقاء. هذا هو اللي تخوفت منه، لانه الفريق نواردي بو بدا كينظم الصفوف.